دكتور احمد معلش عندنا اسئله كتيره جدا فهسالك وتجاوبني بسرعه. لو شربت كام فنجان قهوه غلط؟ بص حضرتك اولا على حسب نوع القهوه نعم وتركيز الكافيين فيها، بس نعم. احنا لو هنتكلم كده من المتوسط بتاعنا 3 فناجين في اليوم. 3 فناجين في اليوم. امتى نقول طبيا ان احمد رفعت اجتاز مرحله الخطوره ممكن يرجع الملاعب ولا لا؟ مجرد ان شاء الله مجرد ما الادويه اللي بتحافظ على ثبات الدوره الدمويه تتشال من عليه والغسيل الكلوي يقف ووظائف الكلى تبدا ترجع لطبيعتها وتحسن حاله الصدر ان شاء الله ان شاء الله هنكون عندنا مرحله الخطر، نخش بعد كده في مرحله التاهيل. نعم. بعد كده اعاده التقييم يبدا نعم. يرجع لنا. هل القهوه في رمضان مضره؟ على حسب هل انت من الناس المدمنين للقهوه ولا لا. لو انت مدمن القهوه طبعا هتعمل لك مشاكل في رمضان، فلازم تحافظ على الاقل على فنجان او 2 في اليوم بعد الفطار. دور العلاج الطبيعي في تهيئه وتحضير اللاعب للمباريات والبطولات ما قبل ما بعد في وضع البرنامج العلاج الطبيعي المتخصص لكل لاعب؟ لا العلاج الطبيعي ده حضرتك لو هو عنده اصابه، لكن احنا بنتكلم على مدرب الاحمال. نعم. لازم مدرب الاحمال ده يبقى حاجه اساسيه ولازم يوصل للبيك بيرفورمانس او اعلى حد للاداء للاعب على حسب موقع اللاعب ونوع اللعب اللي هو بيلعبها. كابتن شوبير عايز استفسر ان الواحد مش بيشرب اي مدخنات او حاجات مضره ورغم كده بينزل ملعب بيتعب بسرعه، المشكله هنا لانه هنا ما بيتمرنش تمرين كافي، لازم توصل لمرحله معينه، لازم تحافظ على حد معين من التمارين عشان توصل مستوى اللياقه البدنيه معينه. طيب. هي صاحبتي بتقول لي قلبها ضرباته بتزيد بسرعه في اغلب الاوقات ما بتبقاش عارفه تاخد نفسها، لو سمحت عايز ترد عليك. اولا هي سنها قد ايه؟ لان في سن معين بيبقى عندنا في وهل عندها انيميا ولا لا؟ وهل عندها نقص فيتامين د ولا لا؟ وهل في وعملت تحليل غده درقيه ولا لا؟ الحاجات دي كلها اساسيه خصوصا في السن الصغير علشان طلع عندنا مشاكل في الحاجات دي كلها، مجرد ما نصلحها كل حاجه بترجع لطبيعتها. هل في خطوره لو قنوات توصيل الشحنه الكهربائيه للقلب فيهم قناه لا تعمل؟ مع العلم القلب بياخد الشحنه الكهربائيه بتاعته كامله عن طريق القناه الاخرى اسمها الضفيره الكهربائيه. نعم. احنا دايما عندنا ضفيرتين، ضفيره يمين وضفيره شمال. نعم. لو حصل تاخير في ضفيره معينه من القلب، لو هو مش رياضي بنتجاهل الموضوع وبنكبر نافوخنا. نعم. لو هو كفاءه القلب كويسه، لكن لو هو رياضي على حسب نوع الضفيره. نعم. لو الضفيره الشمال بوقف الرياضي وابدا اعمل فحوصات متقدمه. نعم. لو هي ضفيره اليمين بشوف الايكو، لو طلع الايكو كويس بسيبه يلعب. طيب لما بعمل مجهود بيجيني نغزه في قلبي، مع العلم كنت بلعب كوره ووقفت من الخوف. كلمه نغزه دي كلمه ما يعني مش صريحه. وجع القلب لا بيختلف عليه 2، لا الدكتور القلب ولا الايه ولا المريض نفسه. لكن لو سنك فوق ال 35 وفي مشاكل عندك قلب او ضغط او سكر، لازم تعمل فحوصات القلب، رسم القلب والايكو ورسم قلب مجهود على الاقل مره في السنه وتحليل الكوليسترول والسكر. الدكتور احمد مشكورا، قال لنا هيعمل حاله فحص كامل كل اسبوع. قلب رياضي. قلب رياضي كامل كل اسبوع للرياضيين اللي هم الحاله مش قد كده عندهم، فهيتواصلوا طبقا لبريد البرنامج او طبقا للسوشيال ميديا بتاعت البرنامج. كابتن شوبير عايزين نعرف اي حاجه، ايه اكتر حاجه بتفيد عضله القلب؟ حاجات كتير. اول حاجه ان انت لو عندك ضغط تظبطه، لو عندك سكر تظبط سكرك، حافظ على الكوليسترول بتاعك. على الاقل تمشي كل يوم من ربع ساعه لثلث ساعه كل يوم مشي. لو مدخن تبطل تدخين، تشرب ميه كتير. دي الحاجات الاساسيه والرئيسيه. طيب هل مكمل كرياتين يؤثر على القلب؟ الكرياتينين لا مش هيؤثر على القلب، لكن اخده بكميات كبيره هيأثر على الكلى. هيأثر على الكلى. بالنسبه للاعب زي عمار حمدي ما بينزلش الملعب غير لما ياكل، هل ده صح ولا غلط؟ لا هو بيطلع كده بيقول انا لازم اكل واكل، وقال كده دبها قبل قبل الماتش كده. ده 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 اسمه ايه يعني؟ كلام مش مظبوط خالص. انت حضرتك نوع الاكله، لو الاكله فيها كربوهيدرات زي مثلا مكرونه او حاجه زي كده وشويه عصير من 2 لـ3، لو اكله فيها بروتين عالي مش اقل من 5 لـ6 ساعات. طيب. العلم قال كده. طيب دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا ودايما على تواصل باذن الله. ان شاء الله باذن الله ونتمنى كمان ان شاء الله احنا برضو في حاجه حصريه ان شاء الله. احنا كنت مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره. ان شاء الله احنا في طور ان احنا نعمل مؤتمر عن قلب الرياضيين والاصابات الرياضيه بالشراكه مع نادي الاهلي ان شاء الله قريبا باذن الرحمن. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كمان الحقيقه كان عندي تواصل مع استاذنك في حاجه اخيره معلش. انا ممكن اتواصل مع بعض الاجهزه في المانيا ان هم يجوا يدربوا ويعملوا سكريننج رياضيين في كل الانديه. نكون متشكرين جدا لحضرتك. النهارده كمان كان عندي تواصل مع مركز دكتور مجدي يعقوب مع دكتور محمد زكريا والدكتور عماد، والناس ابدوا الاستعداد لكل شيء عشان يساعدوا من اجل الا تتكرر مثل هذه